بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده في حاجة غريبة جدا حصلت في التوقع اللي احنا عملناه لما عملنا التشارت بتاع التنبؤ بحالات كورونا. لو انتوا فاكرين احنا عملنا التشارت كان يوم 13 فبراير، وكان يوم وكانت الحالات المعلنة فعليا، يعني لو رجعنا هنا للديتا، معلش خلينا نروح لإيديت كويري. كانت الحالات المعلنة يوم 6 فبراير كانت 31,000 حالة، وإننا توقع لنا لو عملنا 30 يوم هتوصل كام. النهاردة 19 فبراير، وده التقرير اللي احنا عملناه. لو رحنا هنا اليوم 19 فبراير هنلاقي ان هو كان متوقع ان الحالات فوركاست توصل 73,300 حالة، في حين ان احنا اصلا يوم 6 قايلين له احنا كل عندنا 31,000 حالة زي ما شفناها. النهارده يوم 19 فبراير التقرير، خليكم بس فاكرين رقم كويس، معلش الرقم بيقول 73,000 حالة 310، ده التوقع بتاع البار بي اي بناء على الفوركاست اللي احنا عملناه بالبار بي اي ريبورت. لو رحنا لموقع منظمة الصحة العالمية وجبنا التقرير بتاع يوم 18 فبراير اللي هو اخر تقرير، هنلاقي ان الحالات 73,332. طيب هو انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول انا نفسي متفاجئ بدقة التنبؤ بتاع الباور بي اي. هل الموضوع فيه ذكاء اصطناعي ان هو فعلا عارف ان انا بتكلم عن كورونا فيروس فمتابع معلومات اكتر فقادر يجيب الرقم بالدقة الغريبة دي، ولا هل الفيروس بينتشر او بيزداد بثبات؟ انا مش عارف، لكن اللي خلاني اسجل الفيديو فعلا دقة توقع مش طبيعية. يعني عشان يكون الفوركاست ريبورت عطيك ان يوم 19 هيوصلوا 73,310، واللي يحصل في ارض الواقع ان يوصلوا 73,300، لا ده كده احنا بنتكلم في 100% اكيرسي، 100%، سبحان الله.